كنت عارف انك جاي فريدة. ازاي؟ انا نفسي ما كنتش عارف. لا كنت عارف. طب وتفتكر جيت لك تاني ليه؟ عشان نفس السبب اللي جيت لي عشان المره الاولانيه. انا جيت لك اول مره علشان اطمنك من ناحيه هند. طب سيبك من هند خالص، جاي ليه؟ هو انت خلاص اطمنت لها؟ كنتش محتاجة اطمن له اصلا. فريدة انجزي، عايزة ايه؟ هو انت ازاي فاهمني كده؟ انا فعلا عاوزة منك حاجة. انتي طول عمرك عارفة ان انا فاهمك اكتر ما انتي فاهمة نفسك. زي ما انا فاهمك بالظبط. انتي عمرك ما فهمتيني. ولما انا عمري ما فهمتك، مين بقى اللي فهمتك؟ هي واحدة بس اللي فهمتني واثبتت لي ان قبليها محدش كان فاهمني خالص. ودي تبقى هند؟ ما تشيل هند من دماغك بقى. اكيد هي. عايزة يا فريد؟ عاوزك تقول لي اعمل ايه مع خطيب. مشاكلنا كترت جدا وانا خلاص بقيت على اخري بصراحه، مش قادره اكمل، خصوصا بعد ما شفتك حسيت بالفرق. طب سيبك مننا خالص يا فريده والنبي، احكي لي ايه مشاكلك انت وخطيبك. مشاكلنا كتير ما تتعدش. وليد خطيبي، وليد الحديدي. وليد الحديدي؟ وليد الحديدي اكس حبيبة القلب هند. اصل هند اتجوزت عادل بعد ما انا سبته، وانا اتخطبت لوليد بعد هي ما سبته.